بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في الفيديو الأول من سلسلة دروس موديل التعليمية. الهدف من هذه السلسلة إنتاج عدد من الفيديوهات القادرة على تعليمك وتدريبك كيفية إنتاج الدروس التعليمية باستخدام موديل ليرنينج مانجمنت سيستم. وهدفنا أيضا ان احنا نقدر ننتج مكررات ونقدر ننتج اساليب تقويم متعددة من خلال منصة قوية وتقدر تتحمل عدد كبير من الاساتذة والطلاب، وبنفس الوقت منصة موديل هي منصة مجانية. اذا منصة موديل هي مجانية، تتحمل عدد كبير من الاساتذة، تتحمل عدد كبير من الطلاب، اي تستطيع ادارة جامعة، مدرسة، مؤسسات تعليمية كبرى، وفي دول بأكملها تستخدم هذه المنصة سواء في التعليم العالي في الجامعات أو في التعليم العام في المدارس. على سبيل المثال تستخدم منصة موديل أو يستخدم نظام إدارة التعلم موديل في سلطنة عمان في التعليم العام. كل المدارس هناك تستخدم نظام الموديل في منصة واحدة تحت اسم التريننج سنتر أو مركز التدريب في وزارة التربية والتعليم، كما تستخدم أيضا وزارة التعليم العالي في مصر نظام إدارة التعلم موديل في إدارة المقررات في مركز التعلم الإلكتروني في مصر. إذن هدفنا أن نغطي نظام موديل بعدد من الفيديوهات. هذه الفيديوهات ستسير أو ستنقسم إلى ثلاث تصنيفات. التصنيف الأول هو تثبيت نظام موديل، أو بلفظ آخر تحميله، أو إن أنا أعمل سيتاب أو انستول لبروجرام موديل على الموقع الخاص بي. الهدف الثاني عندي أو الموضوع الثاني هو إدارة النظام نفسه، إدارة النظام. الموضوع الثالث بيختص بإدارة المقررات. إذن إحنا هنا بنتكلم عن ثلاث مستويات من التعامل في دروس الفيديو التعليمية موديل. المستوى الأول هو التثبيت وحل المشكلات، المستوى الثاني هو إدارة النظام، المستوى الثالث هو إدارة المقررات. في البداية هذا الفيديو هنبدأ فيه بتثبيت النظام أو تحميل النظام على الموقع. هنيجي نتعرف هنا، معظم المطورين أو مستخدمي نظام موديل بيذهبوا إلى الصفحة الرسمية لنظام موديل وبيقوم بتحميله من خلال الضغط على داونلود، وبيقدروا يلاقوا هنا آخر إصدار موجود، وبيقدروا يحملوا أيضا بلاجينز، وبيقدروا يحملوا كثير من التطبيقات. ولكن احنا هنتبع اسلوب تاني. الاسلوب الأصعب هو ان احنا كنا نحمل موديل الإصدار 3.8 من موقع موديل، ثم نرجع نرفعه على الموقع ونعمل له فك الضغط، ثم نعمل او نبدأ نعمل له انستول او تحميل على الموقع بتاعنا بخطوات متتابعة. دي الخطوة الاصعب. الاسهل منها ان انا الموقع بتاعي يكون اساسا بيدعم الابليكيشن او يعمل انستول اوتوماتيك لهذا المنتج. على سبيل المثال انا تصفحت العديد من المواقع، معظمها بتدعم الانستولينج اوتوماتيكلي بشكل اوتوماتيكلي، وجيت ابص على مثلا موقع ايتو هوست وهو ويب هوستنج، وشفت العروض عنده، لقيت كل العروض بتاعته بتدعم موديل. انا طبعا اخدت العرض مرة لايت في موقع الشخصي، واخدت بعد كده في موقع تعليمي السويفت، واخدت التربو في مرة تالتة، وبالتالي كل الباقات الخاصة بالاستضافة المواقع على ايتو هوست بتدعم الموديل.
المهم الفروق ما بينهم بسيطة والسعر قليل، يعني مثلا اللايت فيها وان ويب سايت، اما السويفت والتربو انليمتد ويب سايت. الايميلات عددها محدود في اللايت، انليمتد في الباقتين الاخرتين. اللي طبعا برضو الداتابيز عددها 5، بس هي مش مكتوبة هنا بس هتبقى موجودة في الفول ديتيلز. عددها 5 في اللايت وعددها انليمتد في الباقات الاخرى. في هنا معلومات كتيرة، ممكن كل مستخدم يحجز الموقع اللي هو بيرغب فيه. الخلاصة ان بمجرد ما بتحجز موقعك وبيوصل لك الاكاونت على الايميل، بتقدر انك تعمل لوج ان على موقع ايتو هوست وتدخل بالاكاونت الخاص بيك، اليوزر نيم والباسورد. ده الاكاونت بتاعي، بقدر ان انا اعمل لوج ان وادخل جوه الموقع. انا عندي بالفعل موقعين زي ما قلت لحضراتكم، موقع شخصي قديم، الموقع ده بقى له حوالي 15 16، الدومين ده معايا بقى له سنين طويلة، واختلفت الاستضافة. يعني كان في استضافة ل فو سيرفرز ولي استضافات اخرى كتير، انا عملت استضافات كتيرة، ولكن حافظت على الدومين نيم على مر السنين في الماجستير وفي الدكتوراه معايا بقى له زمن. وفي موقع جديد بقى له بس سنة ونص، اللي هو e-learning.courses. انا منزل موديل بالفعل على سالم فور اي تي، يعني لو جيتوا حضراتكم تلاحظوا هنا learning management system dot سالم فور اي تي، هيجي هنا بالظبط معانا موقع نظام إدارة التعلم، ده بيرسونال شخصي بطبق عليه البحوث بتاعتي، بنتج عليه مقررات. ادي الريسيرش 1، جروب 1 و2 و3 و4، وادي الريسيرش 2 بس مقسوم في 3 مقررات منفصلة عشان طريقة التصميم لهذا البحث كان كده. ريسيرش 4، ريسيرش 3، في بقى تدريبات أخرى بستخدمه من أيام شغلي في جامعة بورسعيد، وانتداباتي في جامعة قناة السويس في مصر، وحتى أعارتي الحالية في جامعة القصيم، أو زياراتي العلمية المتكررة لسلطنة عمان، وكنت بستخدمه في كل هذه الأمور. طيب يبقى سالم فور اي تي بلاش اقرب منه، على اساس عند في منصه مستقره بقالها سنوات ومش عايز اخل بهذا الاستقرار. اجي للموقع التاني اللي هو e-learning.courses. e-learning.courses لازم اذهب للسي بانل. بمجرد ما بتضغط على سي بانل بتفتح السي بانل الخاصه بهذا الموقع، بنبتدي شغل عليه. انا اقدر افتح طبعا الفايل مانجر، اشوف الفولدرات. انا كنت انشات عليه في مره سابقه سب دومين يكون مخصوص لل ليرنينج مانجمنت سيستم، بحيث ان انا مش اللي محدش يكتب اي ليرنينج دوت كورسز يفتح معاه الموديل، لا كنت عايزه يبقى سب دومين جوه الاي ليرنينج، يعني يبقى ليرنينج مانجمنت سيستم دوت اي ليرنينج. هو بالتالي انا عملت بالفعل سب دومين اسمه ليرنينج مانجمنت سيستم. السب دومين طبعا انت بس بتقدر انك تعمل كرييت نيو دومين، وبتنتقل الى شاشة طبعا هنا في الدومين الاصلي، وادي السب دومين اللي موجود فيه، دي الدومينز اللي موجودة عندي هنا. طبعا هنا في سب دومينز، السب دومينز اهو، من خلال السب دومينز اقدر اكتب هنا الدومين نيم، وليكن مش ليرنينج مانجمنت سيستم، لا سي ام اس كونتنت مانجمنت سيستم، واعمل له كرييت، فبيتنشأ بشكل اوتوماتيك. اعمل باك كده هتجد ان في عندك سي ام اس وفي ال ام اس، يبقى انا عندي تو سب دومين موجودين هنا، بختار اي سب دومين منهم وببدا اعمل انستول الموديل عليه. وانا طبعا احنا هنا هنختار السب دومين الاقرب لينا اللي هو الليرنينج مانجمنت سيستم. طيب نرجع تاني كده للسي بانل الخاصه بالموقع عندي. في عندي هنا مجموعه من الابلكيشن، كل ديت ده انستولر، انستولر بيحمل لي برامج كتيره جاهزه. لو انا جيت ضغطت على اي ابلكيشن منهم بلاقي هنا في الوورد بريس، دي احد اشهر البلوجز، ويعتبر هي بلوجز وكونتنت مانجمنت سيستم في ان واحد يعني، بس هي التصنيف الوورد بريس من زمان، من يوم ما انشئ كان ان هو بلوج. وفي بلوجز طبعا كتير، لو انت فتحت الكاتيجوري بتاعت البلوجز هتلاقي قائمه طويله من البلوجز بيتاحها الموقع، وايضا هتجد المنتديات، وهتجد السي ام اس الكونتنت مانجمنت سيستم، واشهرها جملة
وخلافه طبعا في انواع كتيره متعدده. انا اشتغلت على معظم هذه الاشياء، جربت حاجات كتير منها بحيث ان نستقر على حاجه معينه من خلال تدريسي لهذه المقررات في جامعه بورسعيد من سنه 2002 و2000 تقريبا و3. الفتره دي ده بدانا ندرس الامور دي كلها، وطبعا في المنتديات وفي الويكي، تقدر تنشئ ويكي جاهزة. المهم احنا هدفنا مش كل الحاجات دي، هنا بحر يعني، بحر يعني ممكن مئات الفيديوهات عشان اقدر اشرح لكم كل الامور دي، ولكن احنا هدفنا الاديوكيشنال، وهدفنا هنا نظام موديل. فانا هنا بضغط على موديل، بختار ان انا هبدأ اعمل انستول موديل على موقعي بطريقة جاهزة. هاجي هنا اختار الاصدار، هنا الاصدار اللي انا عايزه 3.8، احدث اصدار، وهو بالفعل الاصدار اللي ممكن تجدوه على الموقع، هو بالفعل هو الاصدار اللي موجود على الموقع. بختار هنا السب دومينز، تمام، اليو ار ال اللي هنا بشكله HTTPS، وبختار من هنا السب دومين يبقى ايه، ليرنينج مانجمنت سيستم ولا CMS، كونتنت مانجمنت سيستم اللي انشاته مؤخرا. انا بقول نختار ليرنينج مانجمنت سيستم عشان ده موديل ودي اديوكيشن، فبختار هنا ليرنينج مانجمنت سيستم. ما بلعبش في اي حاجه تانية في الاعدادات، بس اسم الموقع ممكن اختاره اخليه التعلم، مثلا اكتب التعلم الالكتروني مثلا او اي ليرنينج، حاجه تدل على هويه الموقع. بكتب التعلم الالكتروني وباجي تحت ممكن اكتب هنا التعلم والتدريب الالكتروني، ممكن اكتب وصف وممكن ما اكتبش وصف على فكره، ممكن امسح الوصف ده خالص. المهم اسم الموقع التعلم الالكتروني وحاليا بدون وصف، ممكن ابقى اعمله بعدين. بنزل تحت هنا، ده الادمن يوزر نيم، الادمن يوزر نيم غالبا بيبقى اسمه ادمن يعني. هنا يعطيني اسم وعطيني باسورد، انا ممكن اسجل الحاجات دي عندي، وممكن بس اغير هنا اعمل الادمن يوزر نيم اخليه ادمن، اسميه ادمن بس يعني عشان يبقى اسم قريب يعني، والباسورد اسيبها زي ما هي باي ديفولت. هنا بقيه البيانات انا ما بقربش منها، الفيرست نيم سيستم، اللاست نيم ادمنستريتور، الادمن ايميل، لا الادمن ايميل هنا انا هحتاج ايميل يخصني يجي لي عليه الايميلات، وليكن انا هكتب احد الايميلات الخاصه بيا واسمي، حتى الفيرست نيم واللاست نيم اجى اوتوماتيك، كان ممكن انا اكتبه من غير ما اغير هنا طبعا، ولكن يلا مش مشكله، باسمي فيرست نيم مش لازم يبقى سيستم ادمنستريتور، عبد الرحمن سالم هو الادمنستريتور، اوكي ما فيش اي مشكله. بنزل هنا اللغه انجليش، ما فيش عربي يعني، ما فيش هنا في الباقه اللي عندي عربي، وبالتالي هختار لغه صربي يعني ولا مكسيكي ولا فرنساوي، انا مش هفهم غير انجليزي فبجيب انجليزي. باجي هنا في الادفانسد اوبشن، بيبقى عندك اسم الداتابيز، كن حذر بقى هنا في قضيه، القضيه هنا ان حاول تكون اسم قاعده بيانات مش موجود، عشان هنا بيعمل كرييت للداتابيز، خد بالك من الكلام اللي مكتوب، بيقول لك هنا اكتب اسم الداتابيز علشان يبقى كرييت فور انستول، تمام، يعني بتتنشأ علشان الانستول ده يبقى فيها. فانا هنا يعني انا بحب مثلا اكتب قاعده بيانات قريبه، موديل مثلا، موديل اديها رقم كده بعيد، موديل هو اصدار 3.8، يبقى اسميها 0.38، ابقى انا عارف بس الداتابيس ده للاصدار ده، واسيب كل حاجه باقيه زي ما هي، اقدر اعمل انستول، وانا اكتب برضو الايميل بتاعي هنا اللي هو ابدو اندرسكور سالم. هنا بيقول لي خد بالك الداتابيس نيم حروفها كده كتيره، خلاص شيل الثمانيه كده، هيعديها، عدها لي ولا لسه عنده مشكلة؟ لا عدها لي، هي بس بيقول لي 7، هنا 2 4 7، دول 7 بالظبط يعني، اكتر من كده قال لي لا، 8 لا، خلاص موديل 3 كويس مفيش اي مشكله. ونيجي هنا نضغط انستول، بس مش هضغط دلوقتي، يعني لازم تبقى تعرف حاجه في الموقع بتاعك قبل ما تضغط انستول. في حاجتين، في عندك هنا نرجع كده للسي بانل بتاعنا واثبت ده كده شويه، عندك هنا ادي السب دومين بتاعك، اعمل بس ريفرش ريلود هنا هيجيب لك كل حاجه عندك، ادي سب دومين الليرنينج مانجمنت سيستم اهو. هنا في ملف ال اتش تي اكسس،
الملف ده غالبا بيكون هيدن. بيكون هيدن ازاي؟ يعني السيتنج بتاع الفايل مانجر عندك مفيش شو للهيدن فايلز، وبالتالي بيظهر هنا مشكلة، في مشكلة بتظهر لك لو ده هيدن. فحل اول مشكلة عندك، انا مش عايز اعمل لك مشاكل ومش عايز اضغط انستول ويجي لي انا مشاكل ويبقى الفيديو مش جيد للمستمعين او للي بيتدربوا، لا انا بضغط على سيتنج وبعمل شو للهيدن فايلز من الاول، والفايل هو ظاهر عيان بيان والصلاحيات بتاعته 644. اوكي مفيش مشكله، دي البرميشن اللي موجوده فيه، حتى الامن البرميشن اوكي. ممكن تزيد البرميشن تبقى 7 3 5 2، دي في حاله ان هو يبقى رايت وريد وكل حاجه، اوكي مفيش اي مشكله. طبعا انت تقدر تطلع على البرميشن من هنا عشان تقدر تفرق ما بين 644 وما بين 755. 755 كل حاجه بتبقى متعلم عليها صح، انما 644 بتبقى في حاجات محدده، لو عامل معايا مشاكل انا بزود البرميشن واشتغل الكلام ده، بس مش وقته، انا بسيب كل حاجه زي ما هي، انا اظهرته بس. وبالتالي بذهب هنا اللي انا عملته ان انا عملت اسم قاعده بيانات جديده كتبتها بايدي، وكمان اخترت الاصداره واسم الموقع، مفيش اي مشكله عندي، بضغط انستول لبدايه التحميل. لو ظهر عندي مشكله باذن الله نحاول نشوف سبب هذه المشكله. 4% هنا ظهر عندي مشكله سايت ديسكريبشن، انا سبته فاضي، ما هو مش عاطيني نجمه بقى هنا فقال لي السايت ديسكريبشن لازم. اوكي، نظام اداره التعلم والتدريب الالكتروني ما عنديش اي مشكله، هنا مش مشكله، هنا مش ايرور كبير يعني، يعني ما عملناش حاجه غلط. بيقول لي الفيلد اللي هو سايت ديسكريبشن مش لازم يبقى فاضي، اوكي خلاص حليناها، وما زال بياناتي زي ما هي، ما في حاجه اتغيرت، ما زال اسم الداتابيس زي ما هو، والادمن اسمه ادمن، الباسورد دي بس انا خايف انساها، هاخدها كنترول سي كده وافتح النوت باد، ممكن افتح هنا النوت باد واسجل فيه الباسورد دي بس مبدئيا، يعني هي الحاجه الوحيده اللي انا ما اعرفهاش. الايميل عارفه، كل حاجه عارفها، وممكن هي هيجي لي كل شيء هيجي لي على الايميل، بس برضو بشكل احتياطي. هضغط انستول خلاص بعد ما عملت السايت ديسكريبشن، المفروض هيحمل معايا لو ما فيش اي مشاكل، هيحمل معايا لحد 100%، بيقول لي هياخد من 3 ل 4 دقائق، ما فيش اي مشكله، انا هصبر، هو المفروض اقل من كده بكتير يعني. المهم باذن الله هيكمل معايا لو مفيش مشاكل وهيحمل، بسم الله ما شاء الله. قال لي تهانينا السوفت وير خلاص انستول، اوكي يبقى ممتاز جدا، انا عندي انستول وحالا جالي ايميل اهو، حالا جالي ايميل بيقول لي موديل، افتح الايميل بالمره، جالي ايميل بيعرفني فيه ان الموديل بتاعك موجود، اليوزر نيم، الباسورد مختفيه، اوكي مفيش مشكله، وبيقول لك ده اللينك بتاع الادمن وده اللينك بتاع اليوزر العاديين. خلاص الايميل اللي جاي لي ده ايميل ممتاز جدا وتفصيلي واسم الداتابيز وكل حاجه، ما حصلش اي مشكله، بل بالعكس الشركه بتقول لي ممتاز وكل حاجه ممتازه، جميل جدا. طب انا عايز ادخل في الاول اشغل كاني يوزر عادي، بشغل كاني يوزر عادي المنصه بتاعتي دي، منصه الموديل اللي انا عملت لها انستول الان حملتها، اهو بيفتح هنا اهو التعلم الالكتروني بدات تبان فوق معايا، يبقى كده مفيش اي مشكله، مفيش اي ايرور، اي خطا مش موجود، وبدا يفتح معايا في وضعه الافتراضي اللي انا لسه هبدا اشتغله. طب عايز اعمل لوج ان، ادخل بقى جوه واشوف الشغل ماشي ازاي، هضغط على لوج ان، انا اسمي ادمن، اسمي ادمن من، والباسورد انا مش فاكرها، انا كنت كاتبها في النوت باد، هاخدها كده كنترول سي كنترول في وابدا اضعها في مكانها واعملها ريمبر كمان عشان ما انساهاش، وانا مش هنساها باذن الله. لوج ان، فبدا يقول لي هقول له سيف اهو عشان اريح دماغي، بعد كده بيقول لي الداشبورد بتاعتك، وطلع لي هنا، انا غدا ما بقراش الرسائل دي بس هقراها عشانكم، يور نيو داشبورد هاز فيها تحديثات كتير بتساعدك ان هي تكون اسهل. اوكي انا عايز، بيقول لي خد جوله فيها، يعني انت لو قلت له نيكست نيكست هيشرح لك ايه الشاشه فيها ايه، يعني بيقول لك المناطق بتاعتها، لا انا اند الجوله دي ونبدا نشتغل. دي الداشبورد الخاصه بموديل 3.8،
وده طبعا من هو يعتبر احدث اصدار، وكده ما عملناش اي حاجه. المفروض انا دلوقتي داخل بصلاحيات ادمن، المفروض هنا في سايت ادمنستريتور. في الفيديوهات القادمه هنتعلم ازاي ندير الموقع، ازاي ندير هذا الموقع. هنا طبعا بيقول لي اعمل ريجستريشن، انا اضغط على سايت ريجستريشن، ما فيش فيها اي حاجه. ونشوف، بيقول لك بس يعني هنوثقه، هنسميه التعلم الالكتروني والكلام ده كله، واللغه انجليش في عربي. المره دي بقى يحط لي عربي، ما انا خلاص بقيت جوه موديل، هنحط اللغه عربيه بما اننا احنا عرب والطلبه بتوعنا عرب، والفيديو موجه للعرب. يونايتد ستيت ليه؟ نقدر نختار بقى ايجيبت، مصر، اي حاجه الموقع ده تبعها. نقول مثلا ايجيبت، موجود هنا ايجيبت اهي موجوده. وادي الايميل بتاعي، وفي بقى مجموعه من الحاجات مش مهمه، بس لازم اعمل اي اجري هنا عشان اعمل ريجستريشن في الاول. كل حاجه اخترتها، الدوله اخترتها، الايميل موجود، اي اجري للكلام، اتفاقيه الترخيص. طبعا انا ما قريتش حاجه بس موافق عشان اكمل شغلي. اسمه هيبقى التعلم الالكتروني، ممكن اكتر اسمه والتعليم من بعد، او طبعا في المملكه العربيه السعوديه بتبقى والتعليم عن بعد. في مصر في بعض الاساتذه يحبوها التعليم من بعد. مش هتفترق، احنا ما بنشرحش دلوقتي مفهوم تكنولوجيا تعليم، تعليم من بعد ولا عن بعد. هي في حاجه بتبقى عايده على الطالب، وفي حاجه بتبقى عايده على الاستاذ، بس ده مش مجالنا. انا هسميها بنفس البوزيشن بتاع شغل هنا، التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، هخليها عن بعد. تمام، بس لا هو كتب اللغة انا ما كنتش مظبطها، فبكتب هنا والتعليم عن بعد. خليني هنا باسم المسمى الوظيفي اللي عندي هنا. بيقول لي سايت ليستنج، لا مش هعمل فيها اي حاجة دلوقتي. كده خلاص، انا كده بتهيألي عملت كل ما يطلبه الريجستريشن، وهقول له ريجستر يور سايت. يعني ان شاء الله كده بيحمل فوق اهوت، وان شاء الله ما يحصلش اي مشاكل علشان المستمعين ما يشعروش بالضرر. بالفعل قال لي كونفيرمد، اوكي ممتاز، وجالي ايميل ان السايت ده كونفيرمد وريجستريشن زي الفل، ما فيش اي مشكله. الموقع بتاعي كده بقى موثق، ولو انا عايز اغير اي حاجه دلوقتي اغيرها، او بعد كده بقى اغير بعدين، ما فيش اي مشكله. كده احنا من خلال هذا الفيديو اتعلمنا ان احنا نروح على موقع الموديل شوب. كل دي رسائل بتجيلي للريجستريشن اللي انا عملته مؤخرا، وان موقع وان موديل دوت اورج عرفت خلاص ان انا عندي موقع بيستخدم موديل، وهيبداوا يدوني ابديت في المستقبل. اذا انا عرفت موقع الموديل دوت اورج، وعرفت انه بيبقى عليه اخر اصدارات ممكن انا استخدمها واشتغل بيها على موقعي، وفي طريقه احسن ان اشوف استضافه جيده فيها انستولر زي الاستضافه اللي انا جبتها في اي تو هوست او اي تو هوستنج، وجبت انستولر يعني ما شاء الله عليه من اقوى الانستولر، وفي سي ام اس وبلوج وليرنينج وكليندر وسوشيال نتورك ويكي وايمج جاليريز، في حاجات كتيره جدا. انا اخترت طبعا ان انا اشتغل في الايدوكيشنال، وفي طبعا تجاره الكتروني اشتغلت في الايدوكيشنال، واخترت الموديل وبدات اعمل له انستول بالخطوات اللي حضراتكم شفتوها. قلت لك ان في عندك مشكله في الملف ده لازم يكون ظاهر عشان المشاكل تقل، ولازم اسم قاعده البيانات تكون انت عاملها. طيب انا عندي على الديسك توب هنا، اسمحوا لي بس انتقل للديسك توب. عندي هنا فولدر كان فيه مشكلتين احب اعرضهم عليكم في جزئيه الانستول. المشكله الاولى، لو ظهرت لك الرساله الاولى دي، ان هو الملف ده، الملف بيسألك على الملف ال HT Access، وبيقول لك ان الملف ده فيه مشكلة ومش عارف يتعامل معاه. ده حله انك تعمل من السيتنج انك تظهر الـ الملف. الرسالة التانية لو ظهرت لك في حالة وجود مشكلة، لو جيت لك الرسالة التانية ديت، معناها ان اسم الداتابيز دي ناس كتير ما بتعرفش تحلها، ودي مهمة جدا انك تركز معايا، عشان في ناس ما بتعرفش لا تحل المشكلة دي ولا تحل المشكلة دي، وبيفضلوا يلفوا حوالين نفسهم ايام وشهور علشان يعملوا الموديل ما بيعرفوش. الخطأ التاني ده بيجي لك وانت بتعمل انستول للموديل، لما تكون اسم قاعدة البيانات هو مش قادر ينشئها، فانت بتغير اسم قاعدة البيانات بس،
وان شاء الله ويفضل اسم قاعدة البيانات تكون كلمة موديل، كلمة موديل، موديل 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اطمن ان شاء الله ان المشكلة دي كمان تتحل. لو بحثت في المواقع مش هتلاقي لها حل، ولكن هي حلها زي ما انا قلت لك كده بإذن الله. نرجع تاني للشغل بتاعنا، ووصلنا ان احنا عندنا الموقع الجديد بتاعنا، نظام إدارة التعلم والتدريب الإلكتروني، مش عارف ايه اللي سماه كده، انا سميته كده. اوكي، كل ده اقدر اعدله في الفيديوهات القادمة بإذن الله. وانا بشكركم شكرا جزيلا على استماعكم لينا. خلينا نتذكر حاجة مهمة جدا، ان ده الفيديو الاول، والفيديو الاول كان هدف في انك تعمل عملية انستول موديل ليرنينج مانجمنت سيستم، ويبقى عندك موقع موديل. اتمنى من كل اللي شاهدوا الفيديو ده يقدروا الان يحجزوا موقع، يختار استضافه كويسه او ويب هوستنج كويس، ويقدر ان هو يعمل انستول للموديل، ويقدر يشغل الموقع لاول مره ويعمل له ريجستريشن. دي كانت اهدافي في الفيديو ده. انا بشكركم شكرا جزيلا.